السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي عزيزاتي تلميذات وتلاميذ مؤسسة الإنبعاث الخصوصية المستوى الخامس ابتدائي، سعيد بلقائكم في هذه الحصة التي سنتعرف فيها على درس جديد من دروس مادة اللغة العربية المكون التراكيبي تحت عنوان نصب الفعل المضارع والجملة المؤولة. أهداف الدرس: التعرف على نواصب الفعل المضارع الظاهرة والمضمرة، ثم التعرف على المصدر المؤول، وأخيرا توظيف نواصب الفعل المضارع والمصدر المؤول في التعبير الكتابي والشفوي. والآن سأقرأ على مسامعكم نص الانطلاق التالي: السباحة. يقبل الكثير من الناس على السباحة لأنها رياضة مفيدة للجسم، إذا نشأ عليها تكسبه الصحة والرشاقة وتمده بالحيوية والنشاط، وتربي الشخص كي يكون جريئا وشجاعا. ولتستفيد أيها التلميذ من هذه الرياضة، لا ينبغي أن تأكل وتسبح، بل يجب الانتظار حتى تنتهي عملية الهضم للحفاظ على صحتك وسلامة جسمك. واحذر أثناء السباحة من المغامرة، فما كان لك لتسبح في قوة الأمواج. إذن انطلاقا من النص، ما هي فوائد السباحة المذكورة في النص؟ جيد، فوائد السباحة المذكورة في النص هي أنها تكسب ممارسها الصحة والرشاقة وتمده بالحيوية والنشاط وتربيه كي يكون جريئا وشجاعا. كيف يمكننا الاستفادة من هذه الرياضة حسب النص؟ جيد، يمكننا الاستفادة من هذه الرياضة حسب النص بالانتظار بعد الأكل حتى تنتهي عملية الهضم، فلا يمكن أن نمارس السباحة بعد الأكل مباشرة. والآن ننتقل إلى الملاحظة والتحليل. سأقرأ على مسامعكم الجملة التالية: لا ينبغي أن تأكل، خرجت لكي أتنزه، لن أسبح في قوة الأمواج، مارس الرياضة إذن تصح. لتستفيد من هذه الرياضة، بل يجب الانتظار حتى تنتهي عملية الهضم، ما كان لك لتسبح في قوة الأمواج. تأملوا معي أعزائي الجمل الأربع الأولى، ماذا تلاحظون فيما يتعلق بالأفعال المكتوبة بلون مغاير؟ تأكل، أتنزه، أسبح، تصح. جيد، فهي أفعال مضارعة منصوبة. الفعل المضارع المنصوب في الجملة الأولى هو تأكل. في الجملة الثانية أتنزه. في الجملة الثالثة أسبح. في الجملة الرابعة تصح. فكما سبق أن تعرفتم فيما مضى بأن الأصل في الفعل المضارع هو الرفع، وفي هذه الجمل فهو منصوب. ما هي علامة نصب الأفعال الثلاثة الأولى؟ جيد، علامة نصبها هي الفتحة الظاهرة على آخره. وما هي علامة نصب الفعل الرابع تصح؟ جيد، علامة نصبه هي حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة. هذه الأفعال مسبوقة بماذا؟ جيد، مسبوقة بحروف. وماذا تسمى هذه الحروف؟
أحسنتم، تسمى حروف النصب. إذا حرف النصب في الجملة الأولى هو أن، في الجملة الثانية كي، في الجملة الثالثة لن، في الجملة الرابعة إذا. والآن لاحظوا معي حرف النصب أن والفعل المضارع تأكل في الجملة الأولى، هل يمكن تأويلهما بمصدر؟ جيد، نعم يمكن تأويلهما بمصدر. ما هو مصدر فعل أكل؟ ممتاز، أكل. إذا الجملة المؤولة هي لا ينبغي الأكل. كي والفعل أتنزه، هل يمكن تأويلهما بمصدر؟ جيد، يمكن تأويلهما بمصدر. ما هو مصدر فعل تنزه؟ جيد، تنزه تنزه. إذا الجملة المؤولة هي خرجت للتنزه. لن والفعل المضارع المنصوب بعدها لا يمكن تأويلهما بمصدر يا أبنائي، وكذلك نفس الشيء بإذن والفعل المضارع المنصوب بعدها لا يمكن تأويلهما بمصدر. والآن ننتقل إلى الجمل الثلاث الموالية. ماذا تلاحظون فيما يتعلق بالأفعال المكتوبة بلون مغاير؟ تستفيد، تنتهي، تسبح. جيد، فهي أفعال مضارعة منصوبة كذلك. الفعل المضارع المنصوب في الجملة الخامسة هو تستفيد، وفي الجملة السادسة تنتهي، وفي الجملة السابعة والأخيرة تسبح. هذه الأفعال هل هي منصوبة بحروف نصب ظاهرة كما رأينا في الجمل الأربع الأولى أم ماذا؟ جيد، فهي ليست منصوبة بحروف نصب ظاهرة، فتستفيد منصوب بأن المضمرة جوازا بعد لام التعليل. لماذا قلنا جوازا؟ بمعنى أنه يجوز أن نظهر أن، يمكن أن نقول لأن تستفيد من هذه الرياضة. وفعل تنتهي منصوب بأن المضمرة وجوبا بعد حتى الدال على الغاية. هنا لا يمكن أو لا يجوز إظهار أن، بل يجب إضمارها، مفهوم؟ وفعل تسبح منصوب بأن المضمرة وجوبا بعد لام الجحود. كذلك لا يمكن إظهار أن بعد لام الجحود، بل يجب إضمارها. السؤال الذي يطرح نفسه هنا يا أبنائي هو كيف نميز بين لام الجحود ولام التعليل؟ فلام التعليل يا أبنائي هي للتعليل، تبين سبب. أما لام الجحود فهي دائما ما تكون مسبوقة بما كان أو لم يكن، أو ما كانوا أو لم يكونوا، أو ما كان أو لم يكونا، إلى غير ذلك. لام التعليل والفعل المضارع المنصوب بعد، هل يمكن تأويلهما بمصدر؟ جيد، يمكن تأويلهما بمصدر. إذن ما هو مصدر فعل تستفيد؟ جيد، استفادة. إذن الجملة المؤولة هي للاستفادة من هذه الرياضة. حتى والفعل المضارع منصوب بعدها لا يمكن تأويلهما بمصدر، ونفس الشيء بلام الجحود والفعل المضارع المنصوب بعدها. أحسنتم. إذن انطلاقا من الجدول، ما هي
أدوات نصب الفعل المضارع الظاهرة. ممتاز. أدوات نصب الفعل المضارع الظاهرة هي أن وكي ولن وإذن. هل ينصب الفعل المضارع بهذه أدوات النصب الظاهرة فقط أم ماذا؟ ممتاز. كما ينصب كذلك بأن المضمرة جوازا بعد لام التعليل، وأن المضمرة وجوبا بعد حتى الدالة على الغاية، وأن المضمرة وجوبا بعد لام الجحود. جيد. ما هي أدوات النصب التي تؤول مع الفعل المضارع المنصوب بعدها بمصدر؟ حسن جدا. أن وكي ولام التعليل. أحسنتم يا أبنائي. نستنتج من خلال ما سبق أن الفعل المضارع ينصب بأربعة حروف نصب ظاهرة، وهي أن، لن، إذن، كي. كما ينصب كذلك بأن المضمرة جوازا بعد لام التعليل، وأن المضمرة وجوبا بعد حتى الدالة على الغاية، وأن المضمرة وجوبا بعد لام الجحود المسبوقة بما كان أو لم يكن. تؤول أن وكي ولام التعليل مع الفعل المضارع بعدها بمصدر. علامات نصب الفعل المضارع هي الفتحة الظاهرة على آخره إذا كان صحيح الآخر أو معتله بالواو أو الياء، الفتحة المقدرة على آخره تعذرا إذا كان معتل الآخر بالألف، حذف النون إذا كان من الأفعال الخمسة. والآن ننتقل إلى النموذج الإعرابي. أعرب الجملة التالية: أريد أن أتبرع بالدم. أريد فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، والفاعل ضمير مستتر تقديره أنا. أن حرف نصب ومصدر واستقبال. أتبرع فعل مضارع منصوب بأن وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، والفاعل ضمير مستتر تقديره أنا، والجملة المؤولة من أن والفعل تقديره التبرع في محل نصب مفعول به. ب حرف جر. الدم اسم مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره، ولكل حرف من حروف النصب الظاهرة يا أبنائي إعراب محدد يجب أن يحفظ، وهي كالآتي: أن حرف نصب ومصدر واستقبال، كي حرف نصب ومصدر واستقبال، لن حرف نصب ونفي واستقبال، إذن حرف نصب وجواب وجزاء واستقبال. والآن ننتقل إلى التطبيق لمعرفة مدى استيعابكم وفهمكم للدرس. السؤال يقول: حدد الفعل المضارع المنصوب وحرف النصب في الجمل التالية. الجملة الأولى تقول: ما كنت لأتأخر عن الحصة. انتبهوا يا صغاري، الجملة مسبوقة بما كنت، ده الفعل المضارع المنصوب هو أتأخر. جيد. حرف النصب، هل هناك حرف نصب ظاهر؟ أكيد لا. إذن حرف النصب هو أن المضمرة وجوبا بعد لام الجحود. الجملة الثانية: لن يرسب التلميذ المجتهد. الفعل المضارع المنصوب هو، جيد،
يرسب. حرف النصب لن. أحسن. الجملة الثالثة: اجتهدوا لتنجحوا يا أبنائي. الفعل المضارع المنصوب هو تنجحوا. حرف النصب أن المضمرة جوازا بعد لام التعليل. جملة الرابعة والأخيرة: لا تنم حتى تنجز واجباتك. الفعل المضارع المنصوب هو تنجز. حرف النصب أن المضمرة وجوبا بعد حتى الدالة على الغاية. ثانيا، حول الفعل المضارع المنصوب وحرف النصب إلى مصدر مؤول فيما يلي. الجملة الأولى: أذهب إلى المدرسة لكي أتعلم. المصدر المؤول من كي والفعل هو أذهب إلى المدرسة للتعلم. الجملة الثانية: سرني أن تقول الحقيقة. المصدر المؤول من أن والفعل هو سرني قولك الحقيقة. الجملة الثالثة: يجتهد التلميذ ليحصل على نقط جيدة. فالمصدر المؤول من لام التعليل والفعل هو يجتهد التلميذ للحصول على نقط جيدة. وهكذا نكون قد وصلنا إلى نهاية الحصة يا أبنائي، فأتمنى أن أكون عند حسن ظنكم وأن تستوعبوا الدرس جيدا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.